الشعب جيد. يا أبطالنا من جنود وفدائيين ومسبلين في علم، علم يرفرف في الفردوس كأنه أول مبنى في الجنان وأول موضع، وملك وملك تحت العرش يحمله، وتكبيرة النصر إلى المهيمن ترفع. اقترن يوم ميلاده في 14 من جويليا بالعيد الوطني الفرنسي، فقرر والده أن يؤخره بيوم دلالة على أن الجزائر تسبق كل شيء. كبر الطفل وأصبح ثائراً يردد في ساحة الفدا: إذا ما استشهدنا فدافع عن أرواحنا، نحن خلقنا من أجل أن نموت، ولكن ستخلفنا أجيال لاستكمال المسيرة. كان متيقناً أن الثوار لا يموتون، بل تولد على توابيتهم مهد تتصدع لأصواتهم طبل العدو. رفع العلم الجزائري حد نخاعه وأغرقه في خضيبه ليجعل منه نبض الوتين، فيصدح اسم الجزائر مع كل دقة قلب. من المرادية في العاصمة الجزائرية ولد، وعلى جبينه تتجلى الوطنية في 13 من جويليا 27 900 وألف، وفي كنف عائلة تتنفس الجزائر والإسلام تربى البطل على أصول تعود إلى منطقة أغريب بولاية تيزي وزو. لثم بالقرآن الكريم لسانه في المدرسة القرآنية، وتدرج بالعلم من الابتدائي إلى المتوسط فالثانوي سنة 42 900 وألف. بعد سنتين عين كمسؤول على أحياء المرادية المدنية وبير مراد رايس، وفي 46 900 وألف أنشأ فرقة الكشافة الأمل، أملاً في حقن خلايا الثورة في كل جزائري. هنا بدأ عقله يتحسس المستدمر الغاشم، فولدت عنده النزعة الوطنية. وقبل أن يبلغ عقده الثاني انضم إلى صفوف حزب الشعب، واستطاع بشخصيته المتميزة أن يكون من أبرز مناضلي هذا الحزب الذي كان الاستقلال مطلبه الأول. ولما شدد المستعمر الخناق عليها أنشأ تنظيما سريا عام 47 900 وألف، أطلق عليه اسم المنظمة الخاصة. وفي عام 52 900 وألف انتقل إلى فرنسا لتأطير العمل النضالي ضمن خلايا حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. وبعد عام جاء البطل بأدراجه إلى الوطن ليكون ضمن الشرارات الأولى. هنا بدأ التخطيط، وراح المناضلون يرسمون تصاميم العرس الثوري ويتفننون فيها ولو كلفهم براميل الدماء. العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، رابح بطاط، محمد بوضياف وكريم بالقاسم وفانوسنا شكلوا بمجملهم مشروع الثورة الجزائرية الذي كان لينجح أو لينجح لا محالة. كان البطل ينسج خيوطاً غليظة مع كل جهات الوطن، ينظم الصفوف، يجمع الأموال، الأسلحة والعتاد. وفي ليلة الفاتح من نوفمبر استلم مشعل الثورة مع قادتها الفعليين. تمركز كفاحه في الشمال القسنطيني الذي كان على رأسية هرمه وزعيم المنطقة الثانية.
وفي 18 من جانفي 1955 ضرب له القدر موعدا مع الشهادة في معركة بوكركر، ولم يبلغ بعد سن 28 ليكون بذلك أول قائد منطقة يستشهد بساحة الشرف. عمر قصير احتضن فيه الحياة، وفعل كثير أضخم به العدو بطولة وبسالة ليسجل اسمه كأول وأصغر قائد ثوري يستشهد في المعركة. يطلق عليه لقب السي عبد القادر، وفي إحدى الشوارع الجزائرية تتجلى من اسمه العتاقة التاريخية. فهل عرفتموه؟ إنه شهيد المنطقة الثانية، بطل الجزائر ديدوش مراد.